يا مرحبا من رجال النار حيا من دلة الكيف لين الحشو وفكاره في حفل الشيخ نشاع ذكره وطارية اي تنقص شبار العرب لعده وشباره يا الله بكافيني يتم الوجه راعية يطلق حجاج الرفيق يا شعب ناره من شرد الابيات مليانة معانية ومن هاجس الفكر إلا مثل زين خطمة وحشارة هالسوقها من غلا ولا من حمية وبرالها جارة وبدلها جارة هي لين تصل للمقاف والهية أهلا لشدة نهار الكون والغارة أخوان وارحام زبنت الجلوية حماية البيرق اللي شاعت أذكارة يا مرحبا من رجال النار من دلة الكيف لين الحشو وفكاره في حفل الشيخ انشع ذكره وطريه تنقص شبار العرب لعده وشباره متعب ومتعب بعيدتنا قويه وريث الافعال جد وعد واماره حفيد عاد يده دايم رهويه مدهال الضيف ومدهال الجاره هي عل حصر ذكرها الطيب بقافية فصل بفعل الكرم تناقل أخبارة ترثت شيوخ قبل حكم السعودية ما وخذت الشيخ حب خشوم وعارة يوم انها بين خيال ورتلية ومداح ما الجمع كل يطلق هجارة لهم على صفحة التاريخ مارية بسيوف هند على العدوان يا كم قطيع شعب دونه عزاوية لقال صاهد كس الجيش وسباره في ستة أشهر ما هو يوم وعصرية مصبحين المعادي في وسط داره يا الله بقافيني يتم الوجه راعية يطلق حجاج الرفيق يا شعب ناره من شرد الابيات مليانة معانية ومن هاجس الفكر من إلا مثل زين خطمة وحشارة هالسوقها من غلا ولا من حمية وبرالها جارة وبدلها جارة هي لين تصل للمقاف والهية أهلا لشدة نهار الكون والغارة أخوان وارحام زبنت الجلوية حماية البيرق اللي شاعت أذكارة يا مرحبا من رجال النار من دلة الكيف لين الحشو وفكارة في حفل الشيخ انشع ذكره وطارية تنقص شبار العرب لعده وشبارة متعب ومتعب بعيدتنا قوية وريث الافعال جد وعد وامارة حفيد عاد يده دايم رهوية مدهال الضيف ومدهال الجارة يا عل حصر ذكرها الطيب بقافية فصل بفعل الكرم تناقل أخباره ترثت شيوخ قبل حكم السعودية ما وخذت الشيخ حب خشومه